مما لا شك فيه إن رجوع الحبيب بيكون لي نشوة، بيكون لي سكرة كده، زي ما أم كلثوم بتقول في أغنية دارت الأيام، وبتحكي في الأغنية عن حبيبين افترقوا واتخاصموا، وبتقول لما شفته والأشواق في عينيه نسيت العتاب، ونسيت ساعتها بعتنا ليه، ونسيت الخصام. أنا بقى أقولك أو أقولك حذار إن أنت تقع في المحظور ده، ما تخليش فرحتك برجوع الحبيب ليك تنسيك ايه اللي حصل خلاه يبتعد، او ايه اللي حصل كان سبب في الفراق ده. ليه؟ الاجابة باختصار لان حياتنا مش لعبة، مش عبارة عن فيلم يشغله وقت ما هو عايز ويوقفه ويرجع يشغله تاني وقت ما يحب. لا طبعا، يلا بينا. اهلا بيكم، برحب بيكم ورحبت بيكم لتاني مرة يعني في نفس اليوم، بس بقول الجديد عرفنا بنفسه برضو كل يوم ناس، كل دقيقة ناس بتنضم لنا، يا ريت يعرفونا بنفسهم عشان نرحب بيهم. واللي ما اشتركش في قناتنا سواء محمد ابو زيد ده على اليوتيوب والفيسبوك يشترك ودوسوا لايك رجاء. الحلقات دي حلقات مهمة دايما بتطلبوها وبتزعلوا لما بتأخر في الرد عليكم، بعمل حلقة اهوت برد عليكم كلكم فيها بشكل مفصل صوت وصورة عشان الإفادة تبقى ما بعدها إفادة. حلقة مهمة قوي، تعتبر يعني من سلسلة حلقات التعامل مع الطرف الآخر أو الحبيب. الحبيب لما بيرجع لنا كتير مننا ما بيبقاش عارف يعمل ايه، يفتح دراعاته وياخده بالحضن يعاتب، ولا هيقول عليه خنيق، ولا ممكن يزهقه منه ويخليه يلف ويرجع تاني، ولا بعد فترة نتكلم، ولا ايه اللي المفروض نعمله؟ والأسئلة دي اتسألتني كتير، فكان يستحق ان احنا نعمل حلقة كاملة عن الموضوع ده، ويستحق برضو ان انا اقول لكم دوسوا لايك لتاني او تالت مرة عشان اصدقائنا اللي بيسألوا وبيلحوا في الأسئلة دي محدش يضحك عليهم. خلاص هو رجع، في بعض الخطوات عايزين ناخدها بسلاسة كده لازم تلتزموا بيها، ونوضح خطوة خطوة ونقول لك او نقول لك ليه الخطوة دي مهمة ولازم تتعمل ولا غنى عنها. خلاص هو رجع، ما عنديش مشكلة ان انت تسلم وتقول له اخبارك ايه واللي انت عايز تقوله قوله، بس اول حاجة انت لا تقبل بالرجوع الا اما يعترف بخطأه. لازم يعترف بخطأه، لان العلاقات الفوضوية عاجلا ام اجلا بتنتهي، بينما العلاقات المنظمة والمرتبة هي دي اللي بتكون علاقات ناجحة. مش انت بعدت من غير سبب، اصل الشخص اللي راجع لك ده تعالى اسأل نفسك كده راجع لك ليه؟ هو الاول اول ما سابك سابك ليه؟ يعني اعتقد ان انت مش الشخص المناسب، لقى حد يعني افضل منك والحد ده حلق له زي ما احنا بنقول، او قال له سكة السلامة، اداله الصابونة يعني زي ما احنا بنقول بالمثل الدارج، انتوا اهلي وناس انا بتكلم معاكم بتلقائية يعني، او كان شايف ان انت مثلا شخص سلبي، وجودك بشكل سلبي في حياته، الخ تتعدد الاسباب. فأكيد لما راجع لهدف، إما راجع بهدف التسلية وده مش موضوعنا في حلقة النهاردة، وإما راجع إن هو فعلا ندمان وعازم إن هو ما يكررش الغلط ده تاني. اللي راجع بهدف التسلية ده، بصوا يا جماعة، العلاقات بتتحدد بناء عليك أنت، يعني هل أنت عايز ارتباط من الطرف ده تصاحبه وتخرج معاه بس، ولا أنت عايز منه ارتباط واستقرار يكلل بالزواج في النهاية؟ لو انت من النوع الاول مش هتفرق معاك، ارجعوا لبعض ما ترجعوش لبعض، الدنيا حلوة وبيس بينكم انتوا الاتنين. انما حلقة النهاردة مخصصة للنوعية التانية اللي هي عايزة استقرار وعايزة زواج في النهاية. يبقى اول حاجة لازم يعترف بأخطائه كاملة كاملة ويعترف بيها ويقولها بنفسه، يقول لك ايوه انا غلطت في واحد وغلطت في اتنين وتلاتة واربعة، ولو غلط في 10 كمان يقول، وما يسرعش في الكلام، لا قول وخد وقتك كده واحدة واحدة. تاني خطوة لازم يعتذر، مش انت اعترفت ان انت غلطان غلطت، انا عايز اعتذار بقى، بس نصيحة بلاش كلامك معاه في الفترة دي او في المرحلة دي يكون بصيغة الامر، لان النفس البشرية يعني فطرت على كره اسلوب الامر ده. بلاش انت وانت تتعامل معاه بصيغة لازم تعتذر، مش هرجع لك الا لما تعتذر، لا، في اساليب تانية نقدر نقولها، اي اسلوب يمشي، بس ابعد عن صيغة الامر او ابعدي عن صيغة الامر.
يبقى أول حاجة يعترف بأخطائه كاملة. تاني حاجة الخطوة اللي بعد كده، نظم معاه العلاقة، وتعالى بقى نحط خطة لعلاقتنا دي، علشان العلاقات الفوضوية زي ما احنا قلنا من شوية عاجلا أم آجلا بتفشل وبتنتهي. عايزين نحط خطة مع بعض كده. عرفني راسم الرجلاي زي ما احنا بنقول، قدامك قد ايه، انت عايز مني ايه، ناوي معايا على ايه، طب واللي انت ناوي عليه ده هتعمله امتى، اديني ميعاد ثابت، وقفني على ارض صلبة. غير كده يا جماعة يبقى احنا بنهرج، غير كده يبقى احنا مش عايزين علاقة جادة. انت لو مش عايز علاقة جادة خلاص سيبك من اللي انا بقوله ده وعيش حياتك زي ما قلت، انما انت لو عايز علاقة جادة اللي انا بقول لك عليه ده، بس ده مش كلامي، مش انا اللي بقول الكلام ده، ده اساتذة ودكاترة وباحثين كبار قوي هما اللي بيقولوا حاجات زي كده. انا حلقة وصل بس بوصل لكم حاجة مهمة زي دي، لازم كل حد يا جماعة يكون عارفها. ما هو ده السبب اللي بيخلينا نفشل في علاقاتنا، وبعد كده نكتئب، ومن ثم نفشل في دراستنا وفي شغلنا وفي حياتنا الاجتماعية. هو السبب كله بيجي من الفراغ العاطفي، او بيجي عفوا من الفشل العاطفي. انا قلت لو الانسان سعيد عاطفيا تلاقيه سعيد في كل حاجة، ولو الانسان تعيس عاطفيا للأسف تلاقيه تعيس في كل حاجة. طبيعة البشر بقى، هنعمل ايه؟ يبقى خطط محددة ومعروفة، وانا عارف انا ماشي معاك بناء على ايه وعلى ايه. ما تسيبش الموضوع كده فوضوي سبهللة زي ما احنا بنقول. الخطوة اللي بعد كده والمهمة قوي، اذا خلاص اتفقتوا على ده، واذا خلاص انت او انت عملتي ده، ما تكسرش من الكلام اللي هو في حنين قوي في الفترة دي. يعني ما تجيش بقى تقول له يا حبيبي انت كنت وحشني، وتفتح دراعاتك وحياتي من غيرك. اتقل شوية، استنى فترة لما تشوف فعلا اللي انتوا اتفقتوا عليه ده هيتنفذ، ولا هترجع ريمة لعادتها القديمة. يعني استنى فترة قد ايه؟ مش اقل من اسبوع. انا بريحكم اهو، يعني عايز تزود زود عن اسبوع، بس ما تقللش عن اسبوع. كتير؟ لا والله ما كتير. شوف هو غاب عنك قد ايه، شوف هو هجرك قد ايه، اسبوع مش كتير اطلاقا. انت لو عايز تشتغل صح بقى، لو عايز تعالج كل الاخطاء والفشل اللي انت وقعت فيه قبل كده، اعمل اللي انا بقول لك عليه ده، اعمل النصائح دي. دي نصائح ذهبية كفيلة ان هي تخلي الطرف الاخر يعرف قيمتك قوي، ويقدر ان هو زي ما احنا بنقول انت تتعامل معاه زي ما انت عايز بقى. ما احنا حياتنا مش لعبة زي ما قلنا، مش كل شوية ابعد وارجع وابعد وارجع، ما هو ده بيضيع سنين من عمرك، اجمل سنين من عمرك. تمام؟ يعني الشخص اللي كده بيضيع سنين من عمرك، اسمك ان انت مرتبط بيه وانت ولا كأنك مرتبط، بيضيع منك فرص كبيرة قوي، وفي الاخر ممكن تلاقيه يطلع ما يستاهلش في النهاية. يبقى نكون واعيين للنقاط دي. زي ما قلت لكم، يا ريت تدعموا الحلقة بلايك، مهمة جدا رجاء، واكتبوا لي آراءكم ومشاركاتكم، أنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. واللي بيشوفنا على الفيسبوك يا ريت يعمل شير على قد ما يقدر، ويحاول يوصل الحلقة دي لأكبر قدر من الناس، وكمان تابعونا على انستجرام وصفحتنا على الفيسبوك، وهتوحشوا.